وللمزيد من المتابعة حول الجهود الإغاثية لقطاع غزة، الزميل كريم بيبرس وفانا بهذه الرسالة، نتابع. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. في ظل متابعة هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي إلى مطار العريش الدولي وتأتي أيضا إلى مدينة العريش بشكل عام، لنتحدث أكثر عن هذه المعونات وهذه المساعدات وماهيتها. معي الآن ضيفي، سنبدأ بالدكتور خالد زايد وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لنتحدث معه في البداية. دكتور خالد، برحب بحضرتك على القناة الأولى. فندم، بنتكلم عن حجم كبير جدا من المعونات والمساعدات، كيف يتعامل الهلال الأحمر المصري مع هذه المساعدات، وما الأولوية التي تدخل للقطاع؟ يمكن في البداية حابب من شاشة القناة الأولى نوجه كلمة شكر للشباب المتطوعين اللي بيشتغلوا الليل بالنهار من بداية 7 أكتوبر وحتى تاريخ اليوم، وهم يواصلون العمل الليل بالنهار من بداية نزول الطائرات عبر مطار العريش الدولي اللي وصل فيها عدد الطائرات إلى أكثر من 57 طائرة. ومن هنا يبدأ عمل الشباب من تفريغ الشاحنات من الطائرات أو من الشاحنات، ومن ثم إعادة تخزينها مرة أخرى في مخازن استراتيجية وإعادة إرسالها إلى الجانب إلى قطاع غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الصديقة مثل التحالف الوطني وحياة كريمة وعدد من المؤسسات المصرية والمساعدات التي تأتي من الدول العربية التي وصل عدد الدول فيها إلى أكثر من 19 دولة و14 منظمة أممية من كافة دول العالم. شكرا جزيلا دكتور خالد هذه المعلومات. ومعايا كمان معي الآن يعني الأستاذ عمرو مجدي من التحالف الوطني. أستاذ عمرو، يعني احنا بنتكلم على مجهودات كبيرة جدا من كل المهم مشاركين في التحالف الوطني، لأين وصلتم عدد المتطوعين؟ هل مستعدين تكملوا لحد امتى؟ الحقيقة احنا مستعدين ان احنا نكمل لحين انتهاء الأزمة في قطاع غزة بتقديم كافة أنواع المساعدات اللي نقدر نقدمها والممكنة لأهلنا في القطاع. احنا إلى الآن بنتكلم في احنا حاليا في القافلة الأولى للمساعدات من التحالف الوطني واللي شملت 106 شاحنة. 106 شاحنة اللي كانت موجودة بتتنوع مساعدتها ما بين الغذائي والطبي والكساء والأغطية، ده غير عدد من المساعدات المتنوعة الأخرى. إلى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها عبر المعبر رفح من الجانب المصري 86 شاحنة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإجمالي حمولة بيصل ل 1200 طن، بتتنوع ما بين 56 شاحنة للمواد الغذائية فيها ما بين مواد غذائية متنوعة ومياه ولبن للأطفال، أيضا 15 شاحنة للمساعدات الطبية فيها ما بين الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة، أيضا في 10 شاحنات من المساعدات المتنوعة واللي بتشمل بداخلها على الأقل هي مساعدات غذائية مساعدات طبية بالإضافة لمساعدات أخرى، ده غير 5 شاحنات من الأغطية والكساء وصلت لأهلنا، يعني تخطت المعبر من الجانب المصري وفي انتظار، يعني في كتير منها وصل لأهلنا في قطاع غزة وفي اللي لسه بيتم تخزينه وإرساله لأهلنا في القطاع. الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيه ده كله هي القافلة الأولى، وما زال هناك قوافل أخرى وما زال هناك عشرات ومئات الشاحنات اللي منتظرة أنها بس يتم فتح المجال لها فتيجي برضو تمر من المعبر. وإذا بقى كده نتكلم أستاذ عمرو على فقط الدفعة الأولى من المساعدات، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية. يعني وكما رأينا هي دائما يعني جميع الجهود تتكاتف وجميع المؤسسات ومثل التحالف الوطني والجمعيات والهلال الأحمر المصري وأيضا الدول العربية والدول الأجنبية التي تتكاتفوا من أجل إدخال هذه المساعدات عن طريق مصر للأشقاء في فلسطين. نتحدث أيضا عن أكثر من 1200 طن من التحالف الوطني، أكثر من 1200 طن من الهلال الأحمر المصري، نتحدث عن أكثر من نصف هذه المساعدات تأتي فقط من مصر، وأيضا نتحدث عن إنشاء مستشفى ميداني في الشيخ زويد في حال فتحت الأبواب لدخول المصابين إلى الجانب المصري ليتم ليأخذوا العلاج اللازم ثم ليتحركوا مرة أخرى
لقطاع غزة، بالإضافة أيضا لأن هناك بعض العالقين المتواجدين هنا في العريش والشيخ زويد. هؤلاء العالقين الأشقاء الفلسطينيين تم تجهيز عمارتين من محافظة شمال سيناء لاستقبال العالقين حتى تفتح المعابر وتستقر الأجواء ليعودوا إلى أراضيهم مرة أخرى. وهذه نظرة عامة عن ما حدث في مؤتمر ليتم في هذا المؤتمر الإعلان عن آخر المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة للأشقاء في فلسطين.